السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. إلى العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، معتبرا الذكرى محطة متجددة لبذل الجهود على كل المستويات والمواقع، والمزيد من اليقظة والعمل لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة لمسايرة العصر في التفكير والتدبير والتسيير. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارة الجيش الوطني الشعبي عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. الفريق أول سعيد شنقريحة يؤكد أحقية التكريم لأفراد الجيش نظير جهودهم الجبارة في أداء مهامهم، لسيما المرابطين على الحدود، ويجدد العرفان للسيد الرئيس على دعمه المستمر للمؤسسة العسكرية. وبمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، رئيس الجمهورية يقر إجراءات عفو لفائدة 8537 محبوسا في جرائم القانون العام وللنزلاء المتحصلين على شهادة التعليم والتكوين والموسم الجامعي الجاري. كنا زمان نحلموا بأن يكون عندنا جيش وشرطة وإعلام وكذا، كان حلم هذا بالنسبة لنا، هذا الحلم تحقق. اليوم أصبح للشباب في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون أمل كبير، وخاصة في الجزائر الجديدة. وبين جيلين وفاء للتضحيات وتطلع للإنجازات. وفي مشهد بهيج، شوارع العاصمة على إيقاع أمجاد الانتصارات وألوان أفراح الاستقلال. في النشرة وحصريا للتلفزيون الجزائري، صديق الجزائر الجندي الروسي أندري بافلينكو يشيد بتكريم رئيس الجمهورية ويعتبره اعترافا قويا بجهوده وكل رفاقه الروس المساهمين في نزع الألغام، ألغام الاستعمار الفرنسي من بلادنا. بداية، تحيي الجزائر غدا الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، وهي تحتفي بانتصارات جديدة على مختلف الأصعدة وإنجازات شواهدها جلية في كل المجالات في كنف الجزائر الجديدة التي تنعم بالاستقرار وتتطلع إلى أفق أوسع من الازدهار والتقدم. وبالمناسبة، وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة إلى الشعب الجزائري جاء فيها: يحتفي الشعب الجزائري غدا بالذكرى 61 لاسترجاع السيادة الوطنية. هذا اليوم المجيد المتوج لملحمة خالدة في تاريخ كفاح الشعوب من أجل الحرية والاستقلال. وفي هذا اليوم الأغر أترحم بخشوع وإجلال على أرواح شهدائنا الأبرار الذين تصدوا بتضحياتهم الجسيمة للاستعمار البغيض إلى أن رفعوا راية الاستقلال والحرية، وأتوجه بالتحية والتقدير إلى أخواتي وإخواني المجاهدات والمجاهدين. إن احتفاءنا بالذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب، يضيف رئيس الجمهورية، يشكل محطة متجددة نستشعر فيها حجم ونبل الجهود المنتظرة منا جميعا في كل المستويات والمواقع، وتدعونا في هذا الظرف بالذات إلى المزيد من اليقظة والعمل لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة مسيرة للعصر في التفكير والتدبير والتسيير، تقضي بصورة نهائية على مفاهيم الاتكالية والريع وعقلية البيلك المهدرة للثروات الوطنية. والحمد لله، فإن إرهاصات العهد الجديد الذي اندمج شبابنا بوعي تام في غايته أصبحت واضحة تترجمها حركية الاستثمار الوطني والأجنبي المتصاعدة، والتوجه المتزايد إلى تثمين قيمة العمل والجهد والانخراط في عالم المقاولاتية واقتصاد المعرفة بإنشاء
إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفضل التحفيزات التي أطلقناها لتشجيع روح الابتكار والإبداع الشبابي ومرافقة أصحاب الأفكار حاملي المشاريع الاستثمارية من الشباب الجزائري الذي لطالما أبان عن حس وطني عال ووفاء لرسالة الشهداء الأبرار. وإنني يضيف السيد الرئيس وأنا أتوجه إلى الشعب الجزائري بالتهنئة في ذكرى عيد الاستقلال والشباب. أحيي في هذه المناسبة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني حامل لواء أبطال الأمجاد من الشهداء والمجاهدين المرابط بعزة وشموخ على الثغور والجبهات دفاعا عن الوطن والأمة، مجددا إرادتنا الصادقة في الوفاء لثقته الغالية للارتقاء ببلادنا العزيزة بتضافر جهود الوطنيين المخلصين ووعي والتزام شبابنا الغيور على الجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة وإلى المكانة الجديرة بها وبتضحية الشهداء الأبرار والمجاهدين الميامين. هنيئا لشعبنا الأبي بهذا اليوم الخالد، وأدام الله على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار. يختم السيد الرئيس رسالته تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وعشية الاحتفال بالذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب أشرف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم بقصر الشعب على مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإزداء الأوسمة لإطارة الجيش الوطني الشعبي. وكان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى قصر الشعب الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري. بعد الاستماع إلى النشيد الوطني وتحية العلم، استعرض السيد الرئيس تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. ليصافح بعد ذلك السيد الرئيس مستقبليه من كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي. بعد مراسم الاستقبال أشرف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والسامين. مع
مراسم الحفل ميزته كلمة الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التي أشاد فيها بالدعم المستمر الذي يقدمه السيد الرئيس للمؤسسة العسكرية. حفل تقليد الرتب وإزداء الأوسمة حضره كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، وكذا أعضاء الحكومة ومستشارو رئيس الجمهورية ومسؤولون سامون في الدولة، بالإضافة إلى ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي ومجاهدين. المراسم عرفت أيضا تقليد الرتب لعدد من الضباط العمداء والسامين وإزاء الأوسمة لعدد من الإطارات العسكريين والمستخدمين المدنيين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قلد رتبة لواء إلى مجموعة من العمداء. يقلد رتبة لواء من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العمداء الآتي أسماؤهم: نور الدين قائد، موسى سعادو، نصير محمد، اسماعيل شوابنا، عبد الغني بوساحة، عز الدين عليوش، منير زاهي، عبد الباسط بن جدو، جمال الدين ديب، فكير يخلف، سيد علي سنوساوي، نصر الدين حكيم، قلد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رتبة عميد لمجموعة من العقداء. قلد رتبة عميد من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العقداء الآتي أسماؤهم: محرز جريبي، محمد توفيق شوشان، محمد نمار، نور الدين بوزينة،
بغداد بوشيبة. كمال العمروي. سمير أحمد تامي نورين. عمار بن حمزة. نبيل عثمان. محمد رضا قبيلي. محمد بقراني. مختار سوكو. العقيد فايزة دردري. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قلد رتبة عقيد لمجموعة من المقدمين. يقلد رتبة عقيد من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني المقدمون الآتي أسماؤهم: نبيلة منصوري، ياسين مرسلي، العياشي صاري، سيد علي كليتين، سونيا مراح، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قلد عددا من الضباط في إطار ترقيات خاصة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جوان 2023 المتضمن الترقية إلى رتبة أعلى من أجل استحقاق خاص، يقلد رتبة لواء من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العمداء الآتي أسماؤهم: يحيى علي وحاج، مسعود أبو النوار، كما أسدى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة دائما أوسمة إلى عدد من الإطارات العسكريين والمستخدمين المدنيين. بمقتضى المراسيم الرئاسية المتضمنة إسداء الأوسمة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي العسكريين والمدنيين الشبيهين المؤرخة في 27 جوان 2023 وسام الشرف، يسدى من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى كل من العقيد محمد بن شريف، العقيد جمال بوشريط،
المقدم فضيل بن رزيقة. الرائد خالد سحنوني. وسام الجيش الوطني الشعبي بدون شارة. يزدم إلى كل من مستخدم المدنية الشبيهة دليل أبو عرام. المستخدم المدنية الشبيهة كليليا بن سعادة. من جهته الفريق والسعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قلد الرتبة لمجموعة من الضباط. أمير عبدي. كمال حاجي. الأخضر كمال. سلطان قواسمية. سليم قرعيش. محمد مراد خرزات. خالد أمخوخ. عبد الحكيم بحي الدين. كما قلد الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهورية الرتبة لمجموعة من الضباط. عبد الحميد بوكروم. عبد الحكيم أوشيش. وردي رزيقية. حسان بن أحمد. الفريق والسعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وفي كلمته خلال افتتاح مراسم حفل تقليد الرتب وإزداء الأوسمة تقدم بأسمى عبارة الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لإشرافه الشخصي على هذا الحفل السنوي الذي يأتي عشية الاحتفال بعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. يطيب لي أن أتقدم باسمي الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأسمى عبارات الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لإشرافه الشخصي على مراسيم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي التي تأتي عشية الاحتفال بعيد الاستقلال واسترجاع سيادتنا الوطنية. ولا شك أن عظمة هذه الذكرى الخالدة التي نحتفي هذا العام بذكراها 61 تملي علينا اليوم بإلحاح أن نوليها بعضا من حقها على سبيل التذكير بهذه المحطة التاريخية المجيدة التي تصنف من أعظم إنجازات القرن العشرين برجالها وبما حملته
من قيام سامية تمثل أرقى ما تدركه النفس البشرية من تضحيات وأخلاق عالية، وفي ذلك قدوة لمن أحب هذا الوطن العزيز وأراد خدمته بوفاء وإخلاص. كما أن تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط قواتنا المسلحة والمستخدمين المدنيين بهذه المناسبة الوطنية المجيدة هو بمثابة تكريم مستحق لهم، نظير الجهود المبذولة من طرف هؤلاء الإطارات رجالاً ونساء في أداء المهام الموكلة لهم بكل مسؤولية واقتدار، لا سيما المرابطون على حدودنا وفي كل رقعة من وطننا المفدى. الفريق والسعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي جدد خالص العرفان والشكر لسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني نظير دعمه المستمر للمؤسسة العسكرية، والذي تجلى من خلال العديد من الزيارات التقييمية والتوجيهية والإشراف على العديد من النشاطات. لا يفوتني أن أجدد لكم سيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني خالص العرفان وجزيل الشكر نظير دعمكم المستمر للمؤسسة العسكرية، والذي تجلى بشكل بارز هذا العام من خلال عديد الزيارات التقييمية والتوجيهية وإشرافكم العالي على العديد من النشاطات على غرار الملتقى الوطني حول الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتمرين التكتيكي بالذخيرة الحية فجر 2023 الذي نفذته وحدات الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة مدعمة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات للسنة 2022-2023. هذا الدعم المتميز الذي سيزيدنا دون شك عزماً على مواصلة تطوير وعصرنة منظماتنا الدفاعية، سواء من خلال حيازات أحدث التكنولوجيات العسكرية والأسلحة والمعدات، أو فيما يتعلق بتأهيل العنصر البشري لمسايرة هذه التكنولوجيات المتطورة والتحكم في تقنياتها بهدف حماية أمننا ومصالحنا الوطنية الحيوية والدفاع عن حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي في كل السياقات وفي كل الظروف والأحوال. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفي ختام مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة أبى إلا أن يحيي أحد صناع ملاحم الثورة التحريرية المجيدة المجاهد قائد الولاية التاريخية الرابعة الدكتور يوسف الخطيب المدعو السي حسان، وهذا بحضور الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء مرسومين رئاسيين
يتعلق الأول بإجراءة العفو في جرائم القانون العام، ويشمل 8537 محبوسا، ليصل العدد الإجمالي لمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 145739 مستفيدا، كما استفاد 282 محبوسا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم. ويتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادة التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022-2023. ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عها، الاعتداء على الأصول أو القصر، الفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني والهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع، وكذا مرتكبي الجرائم المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. تحتفل الجزائر إذن بعيدي الاستقلال والشباب وسط تحديات متجددة بين أمس مشرف وغد مشرق، أمس غير فيه الجزائريون مجرى التاريخ بثورة أرخت للزمان وصنعت تاريخ أجيال انتصرت فيها مجتمعة، واليوم يستمر المسير بأيادي أبنائها وهم يشهدون ثورة أخرى للنهوض بإصلاحات شاملة وفق خطة منتهجة تعرف بالأربعة والخمسين التزاما. نجو جدي. 6 عقود ونجمة جديدة، والصوت نفسه والنفس ذاته. والجزائر كما كانت ترافع للسلم للإنسانية، وفية لمبادئها لا تهادن في كرامتها، تصنع مجدها بشعاع ثورة كانت منجما للثوار وعرينا للشرف ومعقلا دائما للأحرار. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. من هذا اليقين يصنع هذا الشعب تفرده من فوق هذه الأرض المرفوعة بجثامين شهدائها، وإن كان الوقت يختلف والأسلوب مختلفاً والتحدي كذلك. دولة قائمة بكل أركانها، بقوتها، بجيشها قوي، اقتصادها اللي ماشي متقوى، بشعبها الأبي اللي ما يرضخش إلا لله عز وجل. بين الأمس واليوم يتواصل المسير معاً، وكل ذلك عابر للحواجز. هكذا هي المعادلة الجديدة في جزائر اليوم، جزائر تتكلم بصفر دين وقيمة صادرات تتضاعف في ظرف قياسي، مع نهضة شاملة تعرف بالرقم 54، تيمنا بالفاتح نوفمبر، خطة نهوض في البنية التحتية والمشاريع الضخمة تضمن بناء مدن وشبكة مواصلات حديثة بموازاة تطوير عمراني وتعليمي وصحي. في وسط المسير تنقل مشاهدها بعض من هذه الصور والأرقام شهودها. هي الذكرى تستعيد كل فصول الذاكرة
ولم تحمل أبداً الجدل بين أجيالها، بل صنعت لحمة واستمرارية بين جيش منحنا الثورة والكرامة وسليل يواصل المسير يصنع ويحمي وهم على العهد باقون. فخر الجزائر، فخر الجيش العربي. يا ريت الشهداء يكونوا يشوفون صلى الله. هذه الجزائر البلد الحر والسيد، الواثبة نحو النهوض بيد شبابها، الذي أثبت بأن الانطلاقة ليست مستحيلة، بل هي بذاك القدر الذي فتش فيه الشهداء ويبحث عنه أحفادهم. الحقيقة ضحينا من أجل هذه البلاد، ضحينا بزاف، ونتمنى الجيل هذا وينيا كذلك يضحي، لأن الأمر مستمر من أجل تطويرها. إحنا كنا زمان نحلموا بأن يكون عندنا جيش وشرطة وإعلام وكذا، كان حلم هذا بالنسبة لنا، هذا الحلم تحقق. الآن عندنا صناعة مدنية، عندنا أيضا صناعة عسكرية. تمنوا من سي عبد المجيد تبون الله يعاونه وينشره بزاف، بس راهو يخدم للجزائر بدكة يعني كبالة. اليوم أصبح للشباب في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون أمل كبير، وخاصة في الجزائر الجديدة. اليوم كرامة المواطن فوق كل اعتبار في إطار السياسة الرشيدة سيد رئيس الجمهورية. كاين الأمن هنا في البلاد، أمورات خارجية راهي تسير بطريقة جميلة. الله يخلي الجزائر توجور قوية إن شاء الله، يا إن شاء الله يخليها في القلب إن شاء الله يا ربي. هي الجزائر أمانة مقدسة في يد أبنائها، وروح تنبض بعفوية ومحبة. ومن أصدقاء الجزائر الذين ساهموا في نزع آلاف الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية على الحدود عبر خطي الموت شال وموغيس، أندري ياكوفليفيتش بافلينكو، في قصة للعمل الإنساني الذي رسم ورفاقه جسور صداقة. قصة صديق الجزائر ورفاقه تعود بنا إلى أحد جسور التعاون بين الجزائر وروسيا. وليد قدري. استقبلنا في الجزائر مثل ما يستقبل رواد الفضاء في روسيا. منذ الوهلة الأولى غمرنا باستقبال رائع ولطيف ومخلص وصادق. بعد حوالي 6 عقود لا يزال أندري بافلينكو يستذكر لحظة وصوله للجزائر. لقد كان آنذاك مساعدا لقائد فيلق بالفرقة 5 للمهندسين بالجيش الروسي، قدم مع فرقته من روسيا إلى الجزائر في مهمة نبيلة لنزع الألغام الاستعمار، والتي تعتبر واحدة من محطات تمتين الصداقة الجزائرية الروسية. الجزائر قدمت طلبها لدول أخرى، لكنهم اشترطوا أموالا طائلة. لم تقبل الجزائر ذلك، لتتوجه للاتحاد السوفيتي الذي قدم كل شيء بدون أي شروط. بعد الاستقلال جريمة الاحتلال سقطت، لكن بقايا ذيول الإجرام ظلت ممتدة لسنوات. الألغام المزروعة على حدود الوطن بعددها الضخم ظلت خطرا يهدد الأرواح، بل راح ضحيته الآلاف من الجزائريين بين قتلى وجرحى بعاهات مستدامة. ذاك ما جعل مهمة الجنود الروس ومن بينهم أندري بافلينكو مهمة إنسانية أتت ثمارها. العساكر الجزائريون الذين عملنا معهم ربطتنا بهم وبالسكان المحليين علاقات صداقة. لقد كان من مهمتنا تدريبهم، وفعلا تمكننا من تدريب فريق المتفجرات. وعندما غادرنا منحنا كل التجهيزات للجزائر دون مقابل. كحصيلات للعمل الذي قمنا به تمكننا من نزع مليوني لغم، وطهرنا معظم الأراضي الصالحة للزراعة.
عند الكرام لا يسقط بالتقادم العرفان. من هذا المنطلق استحق الرجل ذاك التكريم من رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للصديقة روسيا، ولسان حاله يقول: إن الجزائر دولة وشعبا ممتنة لصنيعك بقدر دلالات الأوسمة التي على صدرك وبعدد الألغام التي شاركت في نزعها، ومن خلالك إلى كل رفاقك الذين أنقذوا أرواح الجزائريين، ومنهم من قضوا في تلك المهمة النبيلة الخطرة واختلطت دماؤهم بدماء الجزائريين، والوزر كل الوزر على المستعمر فرنسا. أعتبر الوسام الذي منح لي من طرف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اعترافا قويا للعمل الذي قام به الجنود الروس في نزع الألغام. الصديق هو من تجده في وقت المحن، وما قدمه أندري بافلينكو وأقرانه هو صورة ناصعة البياض عن عمق العلاقات الروسية الجزائرية من خلال ما شاركوا في نزعه من ألغام والمعارف التي قدموها في تكوين الجيش الجزائري في مواصلة هذه المهمة التي تقول التقديرات أنها تمكنت إلى اليوم من نزع حوالي 9 ملايين لغم. تحتفي الجزائر إذن بالذكرى 60 لتأسيس الهلال الأحمر الجزائري، مسيرة حافلة بالإنجازات في العمل الإنساني وإشادة دولية في خدمة الإنسان في الأزمات، تقول أحلام قلمامي عقاد. مسار طويل من المقاومة الشعبية الجزائرية ضد السياسة الاستعمارية لفرنسا، ذاق فيها الشعب مرارة ظروف مزرية اقتصاديا واجتماعيا، ما دفع بجيش التحرير الوطني آنذاك إلى إنشاء أول هيئة إغاثة ومساعدة إنسانية. كان ضروري أن ننشئ الهلال الأحمر حتى يكون سفير الجزائر على مستوى دولي، وبه العالم كله يعرف ما هو مآساة الشعب الجزائري أثناء الثورة التحرير. السيد عبد القادر شنقريحة كان هو الأب الروحي للهلال الأحمر الجزائري. بعد الاستقلال وفي الرابع من جويلية 1963 اعترف رسميا بالهلال الأحمر الجزائري من قبل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. يعتبر من أعرق الجمعيات الوطنية في العالم، يشهد له بأنه يعتبر كذلك من الجمعيات الثورية هو والهلال الأحمر الفلسطيني، لأنهم الجمعيتين الوحيدتين التي تم الاعتراف بهما دوليا قبل استقلال الدولة. في إطار التجديد والتشبيب ذهبنا إلى الرقمنة، حيث تم رقمنة الهلال الأحمر الجزائري. اليوم عندنا 3 منصات رقمية. دور رائد وفعال في مختلف الظروف والأزمات، يسجل فيها الهلال الأحمر الجزائري دائما حضوره داخل الوطن وخارجه. الهلال الأحمر الجزائري يلعب دورا محوريا وأساسيا في تقديم الخدمة اللائقة للاجئين الصحراويين وللاجئين وطالبي اللجوء بالمناطق الحضرية بالجزائر. بمبادراته الإنسانية والقيم السامية لمتطوعيه، سيظل الهلال الأحمر الجزائري رافدا من روافد الخير والعمل الإنساني. تعلن وزارة الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية أنه بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية تم اليوم إنهاء مهام عبد العزيز دليبة بصفته وليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رئيس بولاية الجزائر مع إحالته على التحقيق. بتكليف من السيد رئيس الجمهورية حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء اليوم بباكو عاصمة جمهورية أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المزمع عقده يومي 5 و 6 جويلية. ويندرج هذا الاجتماع الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان بحكم رئاستها الحالية لحركة عدم الانحياز ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء حول مختلف القضايا والتحديات المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وخلال تواجده بالعاصمة باكو سيقوم أحمد عطاف بزيارة ثنائية للبلد المضيف، حيث من المنتظر أن يعقد محادثات مع نظيره الأذري وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا في جمهورية أذربيجان، وذلك بغية تقييم واقع العلاقات بين البلدين ودراسة سبل وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات. في الحدث الرياضي وضمن منافسة الألعاب العربية التي تنطلق رسميا غدا، أهدت العداء سعاد عزي صبيحة اليوم الجزائر أول ميدالية ذهبية بمضمار ألعاب القوى بالمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران في اختصاص 10,000 متر مشيا لفئة السيدات، فيما عادت الميدالية البرونزية للعداء الجزائرية تولوم ميليسا. وكما وردنا الآن، تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من الرئيس جو بايدن. هذا نصها: نيابة عن الشعب الأمريكي، أتقدم بأطيب التمنيات إليك وإلى جميع الجزائريين بمناسبة احتفالكم بيوم استقلال الجزائر. الشراكة والمستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة قد ساهمت في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم سويا، ونعمل على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب، ونحن نعمق روابطنا التجارية والاقتصادية، وبينما تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل، تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معكم لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة للعالم في العام القادم، وأتطلع أيضا إلى تعميق الشراكة بين بلدينا والصداقة بين شعوبنا بشكل أعمق، وأتمنى لكم عيد وطني سعيد. مع خالص تحياتي. حفل الافتتاح، إذن الحفل الرسمي للألعاب العربية ينقل لكم سهرة غد عبر قنوات التلفزيون الجزائرية. نختم إذن بأجواء الاحتفاء بالذكرى 61 لعيد الاستقلال ونفحات أعياد الجزائر عبر شوارع العاصمة من خلال قافلة ذاكرة المحروسة، صانعة مشهدا بهيجا ملؤه الفخر والوفاء والتطلع لغد الجزائري المشرق. سي علي، نعم. اتوفي لي، اكرازي لي سان بيتيي. أغنية الراي تراث شعبي جزائري. جابوها الناس المؤمنين، أهل الإعلام والثورة والراية، أهل الإعلام والثورة والراية، زين والنظام واتحاد هبابايا. أجل وطننا، أكرمهم يا ربي بالقصور في جنة رضوان.
إلى التذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، معتبراً الذكرى محطة متجددة لبذل الجهود على كل المستويات والمواقع والمزيد من اليقظة والعمل لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة لمسايرة العصر في التفكير والتدبير والتسيير. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارة الجيش الوطني الشعبي عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. الفريق أول سعيد شنجريحة يؤكد أحقية التكريم لأفراد الجيش نظير جهودهم الجبارة في أداء مهامهم لا سيما المرابطين على الحدود، ويجدد العرفان للسيد الرئيس على دعمه المستمر للمؤسسة العسكرية. وبمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، رئيس الجمهورية يقر إجراءات عفو لفائدة 8537 محبوسا في جرائم القانون العام وللنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم والتكوين والموسم الجامعي الجارية. كنا زمان نحلموا بأن يكون عندنا جيش وشرطة وإعلام وكذا، كان حلم هذا بالنسبة لنا، هذا الحلم تحقق. اليوم أصبح للشباب في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون أمل كبير وخاصة في الجزائر الجديدة. وبين جيلين وفاء للتضحيات وتطلع للإنجازات، وفي مشهد بهيج شوارع العاصمة على إيقاع أمجاد الانتصارات وألوان أفراح الاستقلال. وفي نشرة تابعتم حصرياً للتلفزيون الجزائري، صديق الجزائر الجندي الروسي أندري بافلينكو يشيد بتكريم رئيس الجمهورية ويعتبره اعترافاً قوياً بجهوده وكل رفاقه الروس المساهمين في نزع ألغام الاستعمار الفرنسي من بلادنا. إذن بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب، نهنئ جميع الشعب الجزائري بخالص التهاني. شكرا لكم وإلى اللقاء.